اي كما تقولوا انتم محشومه كان نخرجوا الجمهور هذا نخليوه لا تتباس. نسعاو باش ديما نفرحوه، نسعاو باش نكملوا كما شفتوا نهايه المقابله. لكن باش نوصلوا للغادي لازم فما طريق طويل، ساعه ونص برا فيها العديد من الاحداث، العديد من الجزئيات لازم تتعامل معها كما يلزم. لازم اهم شيء تكون فما عقليه نتاع رباح، عقليه نتاع انجينيور، عقليه نتاع الانتصار تكون مغروسه في الناس الكل، في الناس اللي تلعب والناس اللي موجوده في البنك. ماهوش سهل تقبل بونتو وبعد ترد بزوز اهداف وتخلق ثلاثه ولا اربعه فرص اخرين. هذا فما ان كاركتير، والكاركتير قاعدين نقدموا فيه. ديما نعاود نرجع لكونه ماهيش كوبي بارفيت، ماهيش نسخه مثاليه، مازالت فيها العديد من الاشياء اللي لازمها تتطور. ديما كنا نتمناو اللي كونوا اللاعبين نتاعنا كل يكونوا موجودين. ما تنساش اليوم لعبنا بلاش روجي خلى عنده مكانته كبيره في الفريق. راك شفتوا اللي كونوا وسط الميدان ما تاثرش تقريبا. يفو فيرافيك هذه الحاجات تصير في الموسم، غيابات لازم احنا نتعاملوا معاها. انا نامن اللي كونوا اذا باش ننجحوا السنه هذه ما نجموا ننجحوا كان بمجموعه كبيره. 10 11 لاعب ما تنجمش تلعب بهم موسم كامل، وما تنجمش تشارك بهم شامبيونز ليغ وكوباراب وكاس العرش وبطوله. اليوم لاعبين لازمهم كلهم يكونوا جاهزين في عنصر نتاع كونكورونس سان، مبنيه على كل واحد يطور نفسه. وانا كي نسعى باش نطور نفسي واللاعب اللي قدامي يسعى باش يطور نفسه، وهذا باش يرجع بالايجابي على شكون، على الفريق، وهذا باش يطلع على المستوى. دونك منافسه شريفه ما بين الاطراف الكل، تخلي يكون كل واحد ينجم يكون تيتولير وكل واحد ينجم يكون رومبلاسون اون ميم طون. دونك سولون البزوان نتاع الماتش، سولون الفتره اللي فيها اللاعبين. نتمناو اللي يكونوا احنا الثوابت نتاعنا تكون ديما موجوده. لكن زاد كيف فما لاعبين وين ما يدخلوا قاعدين يعطيو فينا في ان بلس كبير. ان شاء الله نكونتوني كوم صا في نفس العقليه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.